السلام عليكم ورحمة الله، معاكم محمد سامي. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن تكوين درجات اللون الأخضر من ألوان الأكريليك، وهنستخدم اللون الأصفر وهنستخدم اللون الأزرق. طبعا احنا بنتكلم عن ألوان أكريليك، ممكن طبعا بنفس الخطوات نشتغل ألوان الزيت. هناخد كمية بسيطة من اللون الأصفر، نفس الكمية هناخدها من اللون الأزرق، وهنبدأ نخلط اللونين مع بعض. أهم حاجة تكون كمية اللونين قد بعض بالظبط. شايفين حضراتكم درجة اللون الأخضر بدأت تتكون معايا. موضوع سهل جدا ومهم جدا للرسامين علشان يكون عندنا حرية الاختيار في تكوين درجات الألوان بالشكل المطلوب. ده شكل الدرجة اللي احنا عاملينها. ممكن نحط درجة صغيرة أو نقطة صغيرة من اللون الأحمر. هنلاحظ إن اللون بدأ ياخد اتجاه مختلف شوية، ياخد أخضر يعني أغمق شوية، مدي على جنزاري. شايفين حضراتكم اللون عامل إزاي؟ نشوف شكله برضو مقارنة مع اللون اللي فوقيه، أغمق شوية. تعالوا نجرب نحط نقطة من اللون الأسود، يبقى طبعا اللون هياخد اتجاه مختلف تماما. دخلنا في الدرجات الغامقة جدا من اللون الأخضر، اللون الجنزاري الغامق، من الألوان الحلوة جدا والمناسبة جدا في ديكورات البيت زي غرف المكتب مثلا. ولو شفنا شكله مقارنة مع اللونين التانيين مختلف تماما. تعالوا نحط درجة كمان من اللون الأصفر، هنبدأ نفتح اللون الغامق. شايفين حضراتكم بنلعب في الألوان بمنتهى السهولة. ونشوف الدرجة عاملة ازاي. الدرجة دي بالظبط هي درجة اللون الزيتوني. نرجع تاني نفتح أكتر عن طريق اللون الأصفر، ونشوف الدرجة مقارنة مع الأربع درجات اللي كونناها. نشوف كده، افتح شوية، ممكن نقول عليها زيتوني فاتح. زي ما حضراتكم شايفين باستخدام اللون الاصفر فقط واللون الازرق، خلطناهم مع بعض بنسب متساوية، كوننا اول درجة من اللون الاخضر اللي هي الدرجة الاساسية من اللون الاخضر. وبعد كده لما ضفنا اللون الاحمر ادانا الدرجة التانية، واللون الاسود ثم اللون الاصفر ثم الاصفر زودناه، حصلنا على هذه الدرجات. طبعا دي حاجات مهمه جدا لحضراتكم وانتم بترسموا، واتمنى تكون الحلقه مفيده لحضراتكم. وان شاء الله في الحلقات الجايه نبدا نتكلم عن درجات مختلفه من تكوين الالوان الخاصه بالالوان الاكريليك ونقدر نكونها بسهوله في البيت. اشوفكم على خير ان شاء الله الحلقه الجايه. السلام عليكم.